النهارده كاب فيردي خلاص بقت متصدره المجموعه، منتخب القروش اخذ الست نقط، ومصر دلوقتي وغانا يعني احنا بنتكلم في احسن توالت او الوصافه. خلاص كاب فيردي متصدره المجموعه بست نقاط رسميا. الحقيقه انه كلنا من امبارح واثناء المباراه كل الناس قلبها يعني ايه كان مش ولا بد الحقيقه من الاول، واحنا متضايقين من الاداء. بعدين جت اصابه محمد صلاح وخروجه مع الشوط الاول، وهنا الحقيقه اللعيبه يعني عملوا اداء قوي في الشوط الثاني بعد الاداء المتواضع جدا اللي احنا شفناه في الشوط الاول. لكن الفكره برضو في انه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني انا مش عارفه احنا بننسى صلاح عمل ايه مع المنتخب، ولا هي الفكره انه لما صلاح يكون اداؤه مش الاداء اللي عاجبنا او مش اللي احنا عايزينه فيكون في تطاول على لعيب بحجم صلاح؟ بكل تاكيد لعيب عربي وافريقي ما اعتقدش ان هيجي زيه وما كانش عندنا زيه. فيعني حاجه مهمه جدا انه يعني نبقى فاهمين ان الهجوم ده احيانا كتير بصراحه بيبقى هجوم غير مبرر، وما ننساش صلاح عمل ايه للمنتخب، صلاح عمل ايه مع المنتخب وصعدنا كاس العالم في 2018 يعني بشكل كبير بسبب اللي صلاح عمله. حتى في كاس الامم الافريقيه اللي فاتت ورغم هذا الهجوم كان سبب وصولنا للنهائي. ف يعني انا بشوف فيها كتير بصراحه بيبقى احنا عايزين المنتخب دايما اداؤه يبقى يعني اداء عالمي واداء متميز، لكن صلاح حتى احيانا مع ليفربول بيبقى غير موفق. اعتقد هي دي الكوره في النهايه. ف يعني ما بيبقاش رد فعل الجمهور زي ما احنا شفنا. خلينا نعرف اكتر وضعنا بقى دلوقتي ايه في البطوله، واصابه صلاح ممكن تخليه يلعب الماتش اللي جاي اللي بالنسبه لنا يعني خلاص ماتش يوم الاثنين، يعني هنشوف زي ما كنت بقول لحضراتكم يا وصافه يا احسن توالت. خلينا نسمع من المتخصصين معانا على التليفون الناقد الرياضي عمر البنوني. مساء الخير عليك، وازاي شايف اصابه صلاح ممكن يقدر انه يشارك في المباراة اللي جاية يوم الاثنين، ولا الناس كلها بتتكلم على انه لو خلفية لا ما يلحقش؟ يعني اعتقد اولا مساء الخير عليكي وعلى كل مشاهدي التلفزيون المصري. انه الحقيقة محمد صلاح هو قيمة كبيرة لمنتخب مصر على المستوى الفني وكمان على المستوى المعنوي حتى بالنسبة لباقي اللاعبين، لانه صلاح هو ملهم الجيل الحالي من اللاعبين اللي موجودين في منتخب مصر. أهميته الفنية يعني كبيرة جدا للمنتخب، وكل منتخبات أفريقيا وكل حتى أساطير الكرة الأفريقية لما بيتكلموا عن منتخب مصر فهم بيتكلموا إنه كل الفرق الأفريقية المنافسة هتحاول رقم واحد إن هي تراقب محمد صلاح، إن هي تحجم دور محمد صلاح في الملعب. أعتقد مع الإصابة إنه خلال دقائق الجهاز الطبي لمنتخب مصر هيعلن عن التشخيص النهائي لإصابة محمد صلاح، وإن شاء الله ما تبقاش قوية، يعني حتى لو يغيب يغيب عن الماتش اللي جاي فقط، لأن في بعض التكهنات في الصحف الإنجليزية وده مش حاجة رسمية إن هي بتتكلم إنه ممكن يغيب فترة يعني مش قليلة، لكن في نفس الوقت إحنا نتعشم إنها تكون إصابة بسيطة لأنه محمد صلاح وجوده في الملعب مهم جدا. هل الشقلبة اللي حاصلة في الملعب واختلاف مكان صلاح فارق في أدائه المرة دي؟ خلينا نقول انه انا عجبتني المقدمه اللي حضرتك قلتيها، انه في نوع من انواع التشدد شويه في الانتقاد لمحمد صلاح والمنتخب لما بتكون النتائج مش احسن حاجه، لكن المنطق او واقع كره القدم بيقول انه محمد صلاح هو يعني ارقامه مع منتخب مصر ارقام لم يسبق ليها اي لاعب، يتبقى له عدد اهداف قليل ويبقى كمان الهداف التاريخي لمنتخب مصر. اللي حاصل دلوقتي انه في نوع من انواع القناعات الفنيه الغريبه اللي عند روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، اللي هو ابتدى يغيرها واحده واحده. يعني هو المباراه الاولى ما كانش تشكيل كويس، المكان اللي حط فيه محمد صلاح فنيا محمد صلاح مش هيفيده فيه بالشكل ده. لما حب يغير شويه في المباراه الثانيه قدام غانا وقبل اصابه محمد صلاح برضو مش هو التشكيل اللي يفيد المنتخب ويطلع كل قدرات كل اللاعبين. لما حصل خروج محمد صلاح اللعيبه بدات تتحرر في الملعب شويه، هي بتعتمد على صلاح بشكل اكبر، صلاح مش موجود لازم احنا اللي نتصرف، واللعيبه منتخب مصر كلهم لعيبه كويسين وعندهم قدرات فنيه، وده شفناه حتى في الشوط الثاني، وشفنا الاداء الفني اللي عمله تريزيجيه لما نزل، امام عاشور لما تحرر شويه بوجود مصطفى فتحي قدام برضه موجود معاه في نص الملعب،
اعتقد انه مشكله محمد صلاح مع منتخب مصر مش مشكله قدرات محمد صلاح قد ما هي مشكله قناعات المدير الفني، واعتقد انه في المباراه اللي جايه قدام كاب فيردي انه هيكون مغير فيتوريا في التشكيل كمان زي ما غير في يعني مباراه انت غانا. متوقع انه يلعب تاني 4 4 2؟ اعتقد انه هيلعب 4 4 2 زي ما نهى المباراه اللي فاتت، لان هو ده الحل الوحيد اللي يخليه يقدر يحقق المهمه. انت بالنسبه لك بتنافس خلاص على المركز الثاني الوصافه، يلعب ولكن ده 4 خير 4 2 لمنتخب لو مصر لو صلاح قدرنا مش نعمله، هيلعب لان احنا معانا المباراة ساعتها الجاية. هنروح سان بيدرو يا 500 كيلو بعيد عن ابيجان نلعب هناك، لكن في النهايه هنقابل اما زامبيا اما الكونغو الديمقراطيه، هيبقى المشوار بتاعنا الى حد ما في المتناول ونقدر، لان احنا منتخب مصر منتخب كبير جدا، احنا لازم عمر، نكون مرشحين انا للبطوله. بسألك الكلام اللي انت بتتكلم عنه فاعتقد ده في حال انه صلاح مش هيلعب الماتش الجاي، فروي فيتوريا هيلعب 4 4 2، انت شايف كده؟ ده اكيد لو محمد صلاح مش موجود، وبنسبه كبيره انه مش هيكون موجود في المباراه القادمه مباشره ان امام كاب فيردي، اعتقد انه هيلعب 4 4 2 وهيعتمد اما على زيزو او امام عاشور بقى او حتى مصطفى فتحي اذا كانت قناعاته الفنيه في قصه مصطفى فتحي مفيش مشكله، لانه كان اول تبديل بالنسبه له في المباراه اللي فاتت. كاب فيردي والأداء النهارده يعني وتصدرهم للمجموعة، ودي مفاجأة بالنسبة للناس كلها، شايف ده ازاي؟ وشايف ازاي مواجهتنا معاهم؟ هو مبدئيا انا مش شايف انه كاب فيردي مفاجاه، لانه كاب فيردي منتخب كل اللعيبه بتاعته محترفين بيتطوروا، الكوره في افريقيا بدات تتطور سواء في غرب او وسط افريقيا مش زي زمان، يعني مش الصوره الذهنيه اللي عندنا القديمه بتاعت البطولات اللي كانت في التسعينات او ما قبل ذلك. النقطه الاهم انه كاب فيردي قدروا ان هم يكسبوا غانا وقلبوا عليهم المباراه بسرعه جدا في المباراه الاولى قدام موزمبيق النهارده، اعتقد ان هم عملوا اداء علشان تواضع منتخب موزمبيق، لكن منتخب كاب فيردي مش ممكن يروح لبعيد قوي في البطوله في الادوار الاقصائيه. احنا مباراتنا معاهم اذا لعبنا بنفس الاداء اللي لعبنا بيه الشوط الثاني قدام غانا، اعتقد ان احنا نقدر نكسب المباراه ان شاء الله. شايف مطلوب ايه من روي فيتوريا في المباراة اللي جاية؟ واكيد انت متابع السوشيال ميديا والناس بتتكلم عن اداء روي فيتوريا، ويعني ناس كتير مش عاجبها الاداء. هو الحقيقة يعني النسبة الأكبر من الجمهور أكيد مش عاجبه اللي عمله روي فيتوريا، لأنه التشكيل في المباراة الأولى ثم المباراة الثانية ما كانش مظبوط، لكن أتمنى إن روي فيتوريا يغير قناعاته الفنية شوية فيما يخص وسط الملعب تحديدا. أنا ما عنديش مشكلة في الدفاع وحراسة المرمى رغم إن احنا استقبلنا 4 أهداف في المباراتين اللي فاتوا، لكن المشكلة بتبتدي من نص الملعب، عنده مروان عطية، عنده إمام عاشور، عنده يعني عنده حمدي فتحي، عنده محمد النني، المجموعة النني دي اخذ يقدر انتقادات يوظفها واسعه، يعني بشكل رصيد تأدي النني من الانتقادات الواجبات على مواقع الهجومية التواصل والدفاعية. الاجتماعي كبير جدا الصراحه، يعني اعتقد ما فيش حد اخذ انتقادات قد النني امبارح، شايف ده ازاي؟ النني عنده مشكلة بسيطة، النني ما فيش خلاف على انه لعيب كبير جدا وبيلعب في واحد من اكبر أندية العالم، لكن محمد النني فترة الإصابات الأخيرة طب اكيد اداؤه مع أثرت على المنتخب حساسية شايفه نفس المباريات الاداء عنده، لأنه العالمي مش ده؟ بيشارك بشكل منتظم مع نادي أرسنال، وبالتالي ممكن نني يكون اختيار كبديل، ده مش عيب، في النهايه نني لعيب كبير كابتن منتخب برضه زيه زي محمد صلاح زيه زي احمد حجازي. المفترض انه روي فيتوريا ممكن شايف ان نني مش موفق في المباراه اللي فاتت انه يقعد احتياطي، يكون مروان عطيه موجود كبديل، ومروان ارقامه حتى في كاس العالم للانديه اللي فاتت مع النادي الاهلي على مستوى المنافسه عالي ارقام جيده جدا كلاعب وسط، وبالتالي يقدر يؤدي الادوار، والنني لما يكون له دور في المباراه اكيد هيكون تبديل ورقه رابحه بالنسبه لروي فيتوريا، لكن انا مش مع الهجوم على اللاعبين، احنا طالما عندنا فرصه للتاهل احنا ما ينفعش ان احنا نرفع حده الانتقاد بهذا الشكل، بالعكس احنا المفروض ندعم منتخب مصر، لان انت عندك فرصه، وطالما تاهلت الادوار الاقصائيه ان شاء الله باذن الله لما نكسب كاب فيردي عندنا فرصه ان احنا نكمل مشوارنا ان شاء الله لحد النهائي والبطوله باذن الله. الناس مش متفائلة قوي بمباراة كامب فيردي، انت شايف ايه؟ وانت بتتكلم على خط النص، الناس برضو على مواقع التواصل الاجتماعي قريت كذا حد بيتكلم عن طارق حامد وانهم مفتقدينه. طارق حامد لعيب قيمته الفنية عالية جدا، لكن هو في النهاية قرر الاعتزال الدولي، وحتى شفنا واقعة انه فيتوريا قبل البطولة اتكلم مع عبد الله السعيد مثلا في بيراميدز وحاول يثنيه عن الاعتزال الدولي وحطه في القائمة الأولية وبعد كده ما استدعاهوش، لو كانت حصلت مع طارق حامد كانت هتبقى مشكلة أكبر، فبالتالي هو أنا أعتبر إن طارق حامد خلاص يعني أدى ما عليه مع منتخب مصر ولعب كأس عالم ووصل مع منتخب مصر لنهائيات أفريقيا، لكن في الوقت الحالي انت عندك بعض الاوراق الرابحه الكويسه جدا في خط الوسط فما فيهاش مشكله، لكن الاهم ان انت قدام كاب فيردي تلعب بنفس الروح والاداء في الشوط الثاني امام غانا عشان تقدر تحسم المباراه بدري.
أنا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي عمر البنوبي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.